صار لازم اوقفها عند حدها. انا شايفه البنت ما لها دخل، مشكله مع ابوك مو معها. اي مهما كان، هاي البنت لازم تعرف انه ابوكي مو لحاله لحتى تلعب فيه على كيفك. ليش عم تحكي على ابوك بالطريقه؟ انزلي، ما راح انسيك. على فكره يمكن يكونوا متفقين يبدأوا بشي محل، يعني ما في ضروره تقضي نهارك ناطر قدام باب المدرسه. اذا بدهم يطلعوا سوا بده يجي ياخذها من هون. ليك اجت، روحي انت بسرعه يلا.